فتنة قارون. هذه الفتنة التي أقامها قارون من أين بدأت؟ من حب الدنيا. هذا العالم الذي كان يقرأ التوراة بصوت حزين كان ظاهرة في بداية خوش آدمي، ولكن هذا حب الدنيا استمكن من قلبه، حب المال، فأرداح. هذه الفتنة التي أثارها قارون، لأن ولد فتنة اجتماعية. منين بدأت؟ يعني مو هو كان منحرف، لا، وإنما ولد فتنة اجتماعية أيضا، حب الدنيا. فرعون، الفتنة اللي أقامها فرعون فتنة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. كان قائد هذه الفتنة في الدنيا وهو إمامهم في الآخرة أيضا، رجل غسال أموات كان فرعون، يغسل الأموات في المقبرة، ولكن هذا حب الدنيا كان مستمكن من قلبه. هو هذا غسال الأموات في يوم من الأيام قال أنا ربكم الأعلى، وأضل فرعون قومه وما هدى. قابيل، ليش قتل هابيل؟ حب الدنيا. هذه الحروب، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، أكو بها مبررات يبررون هاي الحروب اللي الآن قائمة، ملايين الجرحى والقتلى والأرامل والأيتام. ليش؟ حب الدنيا. هذا الطاغية الذي رأيتم بعض ويلاته، ما 30 عام دا يعيش، أكثر أقل، مستمر دا يسوي جناية على القريب والبعيد. شنو وراء هذا؟ حب الدنيا. يريد يعيش 40 عام 50 عام حاكما متسلطا، حب الدنيا. وتعال من هذا إلى خلاف بين شريكين، أحد الشريكين يتهم الآخر ويتكلم ضد الآخر. ليش؟ حب الدنيا. حب الدنيا كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمختلف أنواعه، حب العظمة، حب التفوق. هذا حب العظمة هواي مهم، واحد يحب أن يكون عظيما، حب العظمة، حب التفوق، حب المال، حب الجاه إلى آخره. حب الدنيا رأس الفتن والشق الثاني وأصل المحن. محن الآخرة خواضة حتى محن الدنيا. المحنة إذا واحد قلبه مو معلق بالدنيا، ما يتأذى بهذه الدنيا. أكو في حديث آخر، من كثر اشتباكه بالدنيا كان أدعى لحسرته عند فراقها. إذا تاجر قلبه مو معلق بالمال، في يوم من الأيام فقد المال، ما يتأذى، لأن المال ما كان عنده شيئا، بينما تاجر ثاني يفقد المال فينتحر، كما انتحر تاجر في إيران قبل فترة، انتحر لأنه فقد، قال أنا بعد ما عندي من المال إلا ما يكفيني لسنتين، بعد السنتين كيف أعيش، وراح انتحر. إذا واحد ما عنده علاقة، يعني ما عنده حب لهذه الدنيا، لا يعيش المحنة، مرتاح في هذه الدنيا. احنا ما نقرأ في الزيارات، ما يجب أن نتأمل في هذه الزيارات عشت سعيدا. نخاطب الإمام صلوات الله عليه، شنو هذه السعادة؟ السعادة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب المطمئن ما يتأذى، فلان واحد اتكلم عليه، فلان واحد أهانه، كان نائب في يوم من الأيام ثم الآن مو نائب، إذا قلبه مو معلق بذلك ما يتأثر، لأن لا يشكل عنده شيئاً.